الوفد، وهنروح للدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا للحديث عن خطة الدولة للتنمية. مساء الخير وأهلا بحضرتك في المواجهة دكتور. حضرتك وبالسادة المشاهدين أهلا وسهلا. كلمنا عن الخطة الاستثمارية الحكومية الموجهة للمحافظة وحجمها إيه؟ عندنا الخطة في محافظة قنا طبعا، لأن محافظة قنا ومحافظة أبهاج من ضمن المحافظات اللي هي ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر. وإذا كلمت حضرتك عن الخطة العام المالي الحالي والمستهدف أيضا عام المالي المقبل، يعني قد تقدر بنحو 1,200,000,000. طبعا جزء منها مكون محلي وجزء آخر مكون من القرض. ونستهدف الخطة بتركز على استثمار في 6 محاور رئيسية اللي هي خاصة بتحسين البيئة المتمثلة في إقامة محطات لمعالجة المخلفات الصلبة. المحور الثاني بيركز على التنمية الحضرية والريفية اللي هي بتتمثل في أعمال التجميل والتشجير والتخطيط. أنا هستأذن حضرتك تعلي صوتك شوية يا دكتور، أنا آسفة، اتفضل. في محور الثاني المتعلق بالتنمية الحضرية والريفية اللي هو بيركز على أعمال التجميل والتشجير وتخطيط الزراعة. المحور الثالث بيركز على برامج التنمية الاقتصادية المحلية، سواء فيما يتعلق باستكمال العمل في المناطق الحرفية في محافظة قنا أو تطوير للمناطق الصناعية. عندنا منطقتين صناعيتين، منطقة الصناعية في هو ومنطقة الصناعية في نجع حمادي. نعمل على رفع كفاءة المرافق وتوصيل مرافق فيما يتعلق بالصرف الصحي والمية والكهرباء، علشان نعمل على دعم وتشجيع الاستثمار في هذه المناطق. أو فيما يتعلق بإقامة التكتلات الاقتصادية، عندنا 4 تكتلات اقتصادية في المحافظة، بالإضافة إلى إقامة وإنشاء الأسواق الحضرية اللي هي بتمثل مكان لتسويق المنتجات سواء كانت من المناطق الصناعية أو ناتجة عن التكتلات الاقتصادية. المحور الرابع بيركز حضرتك على رفع كفاءة الطرق الداخلية، إنها مهمة، بالإضافة إلى المحور الخامس بيركز على الخدمات المحلية والمجتمعية داخل المحافظة. وأخيرا المحور السادس من ضمن محاور الخطة الاستثمارية للمحافظة، وهو محور التنمية، تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني للوحدات المحلية للمحافظة. هايل. 6 المحاور دول هم يعني بيغطوا الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا. ممتاز. إلى أي مدى سيشعر المواطن بتحديث الخدمات المتعلقة بتطوير الطرق الداخلية بجانب تطوير شبكات الكهرباء وتحسين البيئة ومستوى النظافة كمان؟ بالطبع، يعني من بداية عمل البرنامج وزيادة الموازنة العامة الخاصة بالمحافظة وحجم الاستثمارات للمشروعات المختلفة، بالتأكيد انعكس على مدى رضا المواطن، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذ سواء كانت مركزية من الحكومة أو من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة خلال المرحلة الأولى اللي استهدفت عندنا في محافظة قنا 12 قرية في 3 مراكز، سواء فيما يتعلق بتوصيل المياه للمنازل أو أيضا تطوير وتأهيل للمؤسسات التعليمية والصحية وبعض مراكز الشباب. يعني أقول لحضرتك حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى قدرت حجم الاستثمارات فيها بنحو 106 ملايين جنيه، واستهدفت نحو ما يقرب من 168,000 مواطن. فبالتأكيد بتنعكس هذه الخدمات على رضا المواطن. بالنسبة للطرق طبعا ده حاجة مهمة، لأنه الطرق هي شريان الاقتصاد من ناحية، بالإضافة أنها بتساعد على تيسير وسهولة حركة وانتقال المواطنين، لأنه هو اللي بيستخدمها، هو اللي بيروح من خلالها المدرسة، بيروح من خلالها شغله، بيروح من خلالها لأداء أعماله وهكذا، بتنتقل من خلالها المركبات التي تقوم بنقل البضائع من المناطق الصناعية إلى أماكن التصدير وغيرها. فبالتأكيد مهم جدا، لأنها بتعكس رضاء سواء المواطنين في المحافظة. ممتاز. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، شكرا ليك طبعا على يعني هذه المعلومات المهمة، شكرا ليك يا فندم.